تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. بالفعل يعني نحو ساعتين تفصلنا عن نهاية فعاليات اليوم التاسع من معرض القاهرة الدولي للكتاب. اليوم الجمعة شهد إقبالا كبيرا جدا من قبل المواطنين، وما زال الأعداد تتوافد حتى هذه اللحظة التي أتحدث فيها إليكم. نحن نتحدث عن مواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، تحدثت مع مواطنين من الإسكندرية، من كفر الشيخ، من الزقازيق أو الشرقية، والذين أعربوا عن إعجابهم وامتنانهم الشديد بالتنظيم الكبير لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، وهذا يدل أيضا على تجسيد للوعي الثقافي والفكري الذي سائد بين المواطنين، والإقبال الكبير الذين يرغبون في اقتناء الكتب والاستفادة من الخصومات الكبيرة التي تقدمها إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب على مدار أيامه. نحن نتحدث عن أيام قليلة تفصلنا عن نهاية معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث أعلنت اللجنة المنظمة والقائمة على معرض القاهرة الدولي للكتاب أن يوم الاثنين القادم الموافق 7 فبراير هو آخر أيام لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والأعداد أيضا تزايدت هذا بسبب انتهاء امتحانات نصف العام وبداية إجازة نصف العام، حيث كان الكثير من الطلاب أيضا حريصون على إنهاء الامتحانات، امتحانات نصف العام، والقدوم إلى معرض الكتاب لاقتناء الكتب وقراءتها خلال إجازة نصف العام. بالتوازي مع الكتب والخصومات الكبيرة، هناك أيضا ندوات ثقافية وفنية تقام بشكل يومي على مدار فعاليات المعرض. نحن نتحدث اليوم التاسع، كان هناك العديد من الفعاليات الثقافية، هناك فعاليات ثقافية تقام في نحو 10 قاعات بشكل يومي منذ بداية المعرض وحتى نهاية المعرض. نحن نتحدث اليوم كانت هناك في القاعة الرئيسية ندوة بعنوان مساندة يحيى حقي لشباب الكتاب، ويحيى حقي هو شخصية المعرض لهذا العام، هذا بالإضافة إلى ندوة أخرى كانت بعنوان الرياضة والهوية، وتناولت ضرورة نبذ التعصب وأن يكون لدى الجماهير هوية في الثقافة الرياضية، هذا فضلا عن ندوات أخرى. كان هناك أيضا ندوة في قاعة ضيف الشرف والتي كانت بعنوان الهوية وبناء الوعي والجمهورية الجديدة، فضلا عن ندوات أخرى في قاعات أدبية منها أمسيات شعرية وأدبية، وأيضا الندوة الخاصة بصالة رقم 5 المخصص للأطفال، هناك أيضا ركن مخصص للحكي للأطفال وركن حكايات، يقدموا أيضا مجموعة من الكتاب مجموعة من الحكايات التي تقدم لأطفالنا الصغار. بشكل عام فعاليات المعرض تسير بانتظام كبير وامتنان من قبل المواطنين، الذين أيضا كانوا حريصين اليوم رغم هطول الأمطار وبرودة الطقس وتغيرات في الطقس اليوم، ولكن كان الإقبال يفوق يعني المتوقع بشكل كبير. ومرة أخرى اليوم الاثنين القادم هو نهاية معرض فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب الموافق 7 فبراير. إليكم زملائي في الاستوديو. شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني على هذا العرض، شكرا جزيلا لك.